أصوات كنا نحسبها من الحراك أستاذ فتحي، الآن تقوم بقراءة مغايرة. أريد أن أسمع رأيك في هذه الأطروحة التي تقول أن ضعف الحراك وقوة النظام الحالي هو يأتي على عاتق وجوه الحراك، وأنت منهم أستاذ فتحي، لأنكم لم تتحملوا مسؤوليتكم في وقت ما، ولم تقبلوا لا بالدفاع عن الحراك ومطالبه، ولا بتقمص ما سمي في وقتها أن يكون هنالك أسماء تتحدث باسم الحراك وتمثله. لا، ما هذه ماهيش قضية، ما تقدرش تفرض روحك انت على الناس. هذه الشعب الجزائري لازم يختبرك، ماشي بين عشية وضحاها تجي النخب وتروح تقترح روحك، بس تقدر تروح تقترح روحك وتقول انا ممثل لشيء، تقدر تهدرها وتامن بها. من الواقع، لا، الواقع في ذاك الوقت كان كنا قاعد تحت الاختبار، رغم اننا كنا احنا عندنا مقترحات سياسية، كنا نهضر على مرحلة انتقالية، على انتقال ديمقراطي، نهضر على مرحلة اعادة التأسيس، نهضر على عدالة انتقالية، لكن كنا كل تحت طائل الاختبار، وما زلنا تحت طائل الاختبار، لان الشعب الجزائري حاليا وحاب يتاكد باللي ويتعامل مع نخب سياسية قادر يثق فيها. ما تنساش باللي التجارب اللي السابقة كانت تجارب قاسية، والناس ما يشدير كونفيونس دوك اسكي في المسار الثوري، مازال بنطيحوش في الاوبورتونيزم والاستعجال، الاستعجال هذا الانتهازي، معناتها نحوسو نفيوها كوت كوت، نو، تفريها بالوقت اللي يلزم، والوقت اللي يلزم. اذا يلزمنا 3 سنين 3 سنين، يلزمنا 4 سنين 4 سنين 7 سنين 7 سنين. الثوره الجزائريه ما فراتهاش في 3 سنين، ما ملو كان الناس كانوا حابين يفيروها في 3 سنين، مي النضج تاع هذاك الوقت كان يلزم له 7 سنين باش كيما نقولوا الثوره تنضج وتلحق المستوى اللي لحقته، والاستعمار ينهزم بالطريقه اللي ينهزم بها. حاليا ما زلنا اوني دون اون فاز، مرحله تاع مسار ثوري نراكم نراكم التجارب، الأوهام راهي تسقط، يعني ربما حتى اللي عطلتنا، ربما كان بعض الأوهام اللي عطلتنا بلي نقدر ندير عملية سياسية في إطار وصاية النظام، كما درنا الخطأ في 1988 كان خطأ حقيقي من طرف كل النخب، أننا آمنا بلي نقدروا نتعايشوا وندير انتقال ديمقراطي تحت وصاية الشاذلي بن جديد في ذاك الوقت، والدليل بلي سرعان ما انقلب النظام على خياراته في 1992، ورغم ذلك كملنا نامن ربما أن الأمور تستطيع أن تتطور في شكلها الإيجابي في إطار تحت قبة المنظومة السياسية. حاليا رانا نكتشف مرة أخرى بأن النظام هذا ما تقدرش تعيش معه، لذلك ربما هذه الأوهام يجب أن تسقط. ما يؤخر القطيعة ربما مع المنظومة السياسية هي أننا ما زلنا نامن ربما بأن نقدر نصيب حلول خارج إطار طرح ثوري. لا، الحلول خارج إطار طرح ثوري لن تؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة وتعميقها. لذلك المسألة وقت، يجب أن نكملوا نخدموا، ويزم الشعب يدير كونفيونس في الناس اللي دايرين كونفيونس في الشعب. معناتها اللي ما داش كونفيونس في الشعب، الشعب ما يقدرش يدير كونفيونس فيه، وباش الشعب يدير فيه كونفيونس يزم تعرق. يزم تعرق، هذه هي، يزم تسوفري، يزم تعرق، تدخل لحباس تريسكي، هذا هو الواقع، هذه هي النضال، هذا هو الكفاح، هذا هو العربون تاع الحرية. ماشي بين عشية وضحاها نحوسوا نقطفوا ثمار نضالاتنا، بالعكس نقدروا حتى ما نشوفوهاش. كاين الناس مات، ديدوش مراد مات وما شافش الاستقلال، لكن ديدوش مراد خلى مراه إرث ثوري، خلى مراه موقف وموقع ثوري هو اللي جاب الاستقلال. لذلك ما نكونوش في هذا الطرح الاستعجالي اللي يؤدي إلى نوع من الانتهازية السياسية اللي ما تخدمناش، هي تخدم النظام. شكرا لك.